معاكم أعزائي المشاهدين لفقرة نجم حلقتنا النهاردة في نجوم العرب، ونجمة حلقتنا النهاردة الفنانة المتألقة فاطمة عيد. أهلا يا مدام فاطمة، أهلا بحضرتك، تفضلي. مدام فاطمة عيد، تاريخ طويل ومشوار طويل، وما شاء الله نقول قد ايه؟ البداية من امتى؟ بلا حسد يعني. لا والله انا بدء من السبعينات. السبعينات؟ اه والله. تحلفي ليه يا مدام؟ بنيت قد شيماء بنتي كده صغيرة. ما انا بتكلم على البداية، مش بتكلم على النجومية، انا بتكلم على البداية. بداية وانا قد شيماء، كنت في أولى ابتدائي، وكنت بغني وبقرا قرآن وبمثل. لغاية ما كبرت، وكل اللي كانوا بيسمعوني عندنا بقى كعادات وتقاليد، عندنا كلنا بنشارك بعض في الافراح والحنة والصباحية والدخلة وقبل الفرح. عندكم فين؟ في الانايات الشرقية. ايوه. فطبعا كلنا بنشارك، فانا كنت صاحبة الصوت الحلو، كل عيلة تعمل فرح هاتولنا فاطمة، هاتولنا فاطمة. من وانتي طفلة؟ يطلعوني على كرسي واغني عشان زبلة ومش باينة من الارض، وبتعيق بالطول والعرض. فكل اللي سمعني الحقيقة شجعني وقال لي لا، وروحي قصر الثقافة. فروحت قصر الثقافة بعد الإعدادية، فلقيت كتير قوي شجعوني، قالوا لي لا صوتك كويس وما تهمليش في الحتة ديت، ولازم تواصلي مشوار الفن ده. أنا كنت دؤوبة قوي، وكنت طموحاتي أكبر من سني، فالحقيقة ما كدبتش خبر. بعد كده التحقت بمعهد الموسيقى قسم أصوات دراسات حرة، وغنيت بقى. وأول من اكتشفني موريس اسكندر أيام الاسطوانة. الاسطوانة كانت 5 دقايق وش وخمس دقايق ظهر، وعملت الملاحم بقى أكتر من 10 ملاحم. رصيدي دلوقتي الفني 800 أغنية. ما شاء الله ما شاء الله، 800 أغنية. كستاتي 43 ألبوم، فالحمد لله ده بعتز بيه قوي، وبعتز بكرامتي كمان. يعني ان التلفزيون ما طلبنيش وقال لي تعالي مدام فاطمه عندك برنامج او عندك سهره او عندك حفله، انا ما بروحش التلفزيون عشان ما بقاش متطفله. مدام فاطمه عيد، فاكره اول اغنيه غنيتيها وانت لسه قد شيماء بنتك، فاكراها؟ هو انا بدات بالفلكلور، واول اغنيه خلي بالك يا ولا خلي بالك، امي وابويا ضربوني علشانك. انا هسمعها بالموال لحبايب المشاهدين في كل مكان، وهم الحكم. لا احنا حكم ايه، احنا لسه هنحكم على فاطمة عيد النهاردة. ربنا يخليك يا رب. يعني احنا هنسمع منك ايه طيب قبل ما نسترسل في الموال؟ الموال خلي بالك اللي هي بدأت بيها. اتفضلي. صبر طيب وبكره يحلها الحلال. واللي انت مش طايله بكره يجيله يوم ينطال. الصبر طيب وبكره يحلها الحلال. واللي انت مش طايله بكره يجيله يوم ينطال. سلمها لله وربك عالم الأحوال. صبر على الجرح يا مجروح مسيره يطيب.
تطلعيش برا الحارة، خلي بالك وخالفت وطوعت الجارة، خلي بالك أمي وأبويا ضربوني علشانك، خلي بالك ضربوني علشانك، خلي بالك آه يا ولا خلي بالك أمي وأبويا ضربوني علشانك، خلي بالك آه يا ولا خلي بالك أمي وأبويا ضربوني علشانك. احنا بنشكر نجمة حلقتنا النهاردة الفنانة المطربة فاطمة عيد. شكرا مدام فاطمه، انا حبيب الوشاء، شرفتينا في نجوم العرب. شكرا، اتاحوا لي الفرصه الجميله من خلالها اقابل جمهوري في كل انحاء العالم. شكرا شكرا. بنشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء والحلقه القادمه وبرنامج نجوم العرب. صوت عربي، فن عربي، صوت عربي، فن عربي.